تدري انا اقول لك شيء، خليني اقول لك، خلي اسمعها الحين. تدري لو انا ملحق على خالد الفضلي في الملعب بشهاده اكبر لاعبين القادسيه، انا الان امدح نفسي، مضطر امدح نفسي، خلي يسال ربعه لو جعفر ملحق عليه بالملعب البسه وزار من كثر ما قلت الكره بالريله. لا بس لاعب كبير، وانا اقولها وانا اقولها ثقه بنفسي، ما لي علاقه فيه. لو كان هذا ندي في الملعب، بس اسمح لي، لو كان ندي في الملعب، لو كان ندي في الملعب. طيب انت قلت وجهه نظرك يعني، بس هو قال وجهه نظره.